نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع خالد عبد الفتاح، ومن بعده نطلع لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. انتظرونا. من جديد ده بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء رجل المباراه خالد عبد الفتاح لاعب الجوكر الجديد في النادي الاهلي. خالد برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك على الفوز، مبروك على جائزه رجل المباراه، تكليل لمجهود خالد عبد الفتاح في المباراه الاخيره. الحمد لله والفضل طبعا، تحياتي اللي في الاستوديو والناس اللي في الاستوديو الكباتن الكبار، والحمد لله وبهدي الجائزه دي بقى لوالدي والدتي واخواتي وجمهور النادي الاهلي طبعا. خالد انا عايز اقول لك ان كل كباتننا في الاستوديو التحليلي، الكابتن ايمن شوقي والكابتن عادل الكابتن اسامه الكابتن بلال الكابتن علاء مهوب، الجميع اشاد واتكلم على خالد عبد الفتاح انه احد اهم مكاسب النادي الاهلي ومن الصفقات الرابحه للنادي الاهلي. الحمد لله والفضل لله طبعا، الحمد لله وده فضل من ربنا وتحياتي ليهم جدا يعني، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم واللي جاي احسن ان شاء الله. من الامور اللي تبقى مهمه جدا في اللعيبه اللي بيتم اختياره في النادي الاهلي هي شخصيه النادي الاهلي. خالد من اللعيبه اللي الجميع اجمع ان عنده شخصيه النادي الاهلي، بدات تلعب كظهير ايمن مساك، النهارده بنشوفك في مركز الظهير الايسر، كلها امور جدا مهمه جدا بتحسب لخالد عبد الفتاح. النادي الاهلي طبعا نلعب فيها حته، نلعب سيرد باك، نلعب باك رايت، نلعب باك ليفت، للكوتش شايفه طبعا، واحنا هنجتهد على قد ما نقدر واللي نقدر نعمله بنعمله يعني الحمد لله. شايف جماهير النادي الاهلي ودورها وخلاص، خالد بقى من اللعيبه اللي دخل قلوب جماهير النادي الاهلي خاصه على ادائك الاكثر من رائع في مباراه الزمالك الاخير، شفت الحب ده ازاي؟ اقرب القريبين منك شافوا الامر ازاي؟ اكيد انت شفت الامور اختلفت كمان بعد مباراه الزمالك. لا شكرا، بشكرهم جدا على الدعم، دعم يخلي اي حد في التوب فورم بتاعه، فبشكرهم جدا على الدعم وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونجيب اكبر عدد بطولات السنه دي ان شاء الله. اخيرا يا خالد بنختم معاك، بعد ايام من تعاقدك مع النادي الاهلي وجودك في النادي الاهلي رايح تلعب كاس عالم، شايف الامر ده ازاي؟ واعتقد ان هو حلم كبير جدا لاي لاعب ان اول بطوله ليه ما يكون بطوله عالميه هي بطوله كاس العالم. احساس طبعا لا بالفخر واحساس بالمسؤوليه في نفس الوقت. الحمد لله وبشكر ربنا، وده كان حلم وان شاء الله هيتحقق ونلعب في كاس عالم وان شاء الله نقدر نوصل لابعد مدى ان شاء الله باذن الله. التوفيق دايما باذن الله. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع خالد عبد الفتاح لاعب فريق النادي الاهلي، واحد من الصفقات المهمه جدا والاضافات ورجل المباراه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. يلا يا